بينه وما بين كاماتشو الغامدي يكمل التمريرة وشيل الآن شوف شيل في منتصف ومن العمق يأتي وكاماتشو الله الزعران الزعران جاك من الخلف ويأتي بالثالث ويأتي بالثالث عبد العزيز الزعران ثلاثة الشباب واحد القادسية بعد تسديدة رائعة كانت من كاماتشو والعارضة وبعد ذلك يأتي الزعران ليسجل الهدف الثالث ثلاثة إذن شوف شوف التسديدة قوية قوية والعارضة عادت النجع يبحث عن الكرة والزعران قال له أنا موجود فتح عينك فتح عينك يا نجعي وهنا الكرة الماضية اللي عدت والهدف الثالث إذا لمصلحة الشباب هدف ثالث